مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضراً محافظاً على أخلاقه وقيمه ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي حبيباتي طالبات صف 11، أهلاً بكم ومرحباً مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية مجال الفقه، درس بعنوان أحكام البيوع. أتوقع منك حبيبتي في نهاية هذا الدرس أن تعرفي البيع لغة وشرعاً، تدللي على مشروعية البيع والحكمة منه، تعددي أركان البيع، تستنتجي شروط صحة البيع. التهيئة: قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. نقرأ الآية ونعبر بجملة واحدة حول مراعاة الإسلام لحاجات الإنسان الأساسية في معاملات الحياة ودورها في عمارة الأرض وتطور الحياة. نجيب: أحل الله البيع لأن فيه قضاء حوائج الناس وعليه يتوقف عمارة الدنيا. هدفنا الأول أن نعرف البيع لغة وشرعا. هيا بنا نتعرف على مفهوم البيع. البيع لغة مطلق المبادلة، وشرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. سؤال: البيع مبادلة مال بمال. المفهوم الشامل للمال هو النقد، الذهب والفضة، السلع والبضائع، السلع والأثمان. ما معنى مال في هذه الجملة؟ أحسنتي، السلع والأثمان. فالسلع لها ثمن، والأثمان عملة نقدية معترف بها في الدولة، فكلاهما يعتبر مال. الهدف الثاني: ندلل على مشروعية البيع والحكمة من البيع. البيع مشروع بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. أما دليل مشروعيته من القرآن، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيديه وكل بيع مبرور. الإجماع: أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نستنتج معا: ما الحكمة من تشريع البيع؟ التوسعة على العباد، قضاء حوائج الناس، تحقيق مصالح العباد، تسهيل أمور حياتهم. عليك حبيبتي بالإجابة عن هذا السؤال في كتابك. أوقف الفيديو ثم أجيبي عن هذا السؤال في كتابك. الهدف الثالث: نعدد أركان البيع بدقة. نعدد معا أركان البيع. الأركان البيع: العاقدان، محل البيع، الصيغة. من هم العاقدان؟ البائع والمشتري. ما هو محل البيع؟ محل البيع المال، وهو بين النقود والبضاعة. فالمال لفظ عام يشمل النقود والبضاعة. الصيغة: الإجاب والقبول، وهي إما صيغة فعلية أو صيغة قولية. هيا بنا نجيب معا على هذا النشاط. باع أحمد سيارته لصديقه عمر وقال له: بعتك إياها ب20,000 ريال قطري. فقال عمر: قبلت. هيا بنا نستنتج من المثال السابق أركان البيع. العاقدان: من هم العاقدان؟ من البائع والمشتري؟ أحمد وعمر. محل البيع: أين محل البيع هنا؟ محل البيع بين اثنين، بين بضاعة وثمن. السيارة البضاعة والثمن 20,000 ريال. الصيغ: بين البائع والمشتري، وهي صيغة هنا في هذا المثال صيغة قولية. بعتك، قبلت. الهدف الرابع: نعدد شروط صحة البيع. للبيع 6 شروط حتى يكون صحيحا. الشرط الأول: التراضي. التراضي بين البائع والمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. سؤال: إذا سألك سائل: ما حكم بيع المكره الذي يكره على البيع؟ هذا البيع
لا ينعقد. لماذا؟ لأنه فقد شرط من شروط صحة البيع وهو التراضي. الشرط الثاني الأهلية. وما الأهلية؟ كون العاقد أهلا للتصرف بأن يكون بالغا عاقلا. سؤال: ما حكم بيع الصغير؟ بيع الصغير لا ينعقد. لماذا؟ لأنه فقد شرط من شروط صحة البيع. الشرط الثالث وهي الملكية، أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه. كيف يكون قائما مقام مالكه؟ كالوكيل والوصي والولي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. سؤال: ما حكم بيع الأخ لبضاعة أخيه؟ لا يتم البيع إلا إذا كان متفقان على ذلك، أن ينوب عنه في البيع. الشرط الرابع أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به، فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يحرم الانتفاع به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فلا يجوز بيع هذه البضائع لأنها يحرم الانتفاع بها أصلا في الإسلام. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع السمك في البحر أو الطير في الهواء. متى يصح بيعه؟ عند اصطياده. الشرط السادس أن يكون المعقود عليه معلوما لكل طرفي العقد، البائع والمشتري. كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق ذلك من خلال أن يكون المعقود عليه معلوما بالمشاهدة أو الوصف المطابق، أن يكون الثمن معلوما. سؤال: أركان البيع ثلاث، وضحيها مع مثال على ذلك. أركان البيع ثلاث هم العاقدان، البائع والمشتري، محل البيع المال، الصيغة الإجابة والقبول سواء كانت هذه الصيغة لفظية أو فعلية. وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من الدرس. اكتبي معي هذه الأسئلة وأجيبي عليها في كراستك. عللي: من شروط البيع أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به. يتحقق معلومية المعقود عليه لطرفي العقد من خلال شرطين. ما هما؟ ما الحكمة من مشروعية البيع؟ جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الجزء الثاني بإذن الله. دمتم بخير.